وها نحن نحط رحالنا حايل نوب وحنا ولد وين؟ بمرقة هاوي. يقول واحد من الشباب انا ود غيري وشله من خيار القوم من خيار طبعا. يعني بصراحه والله حنا ما نستحي على وجيهنا عيين عين ولا تجيبوا شيء كل شيء معنا شاهي بكاتم الله يفشلك فشلتنا والله ما ادري وين اود ايش تذبح لهم تذبح لهم خفوسه هان ضايع يا ليدي انت مره مبطلكم قضيت شلون جزمت جيت يا تحملكم بريد تحملكم بحاجة لا اعوذ بالله من قالك تجي صيد يقول بذمك شو تسلم على مسكين يا بيد قال له صيد انا وين الصيد الموضوع صيد رمل يلا راح ادورك جربوع يلا يلا ما اشلم منكم يا شباب يعني تو شغلتك شوي بكنداسه ودي بس كمل احسانك تبك لي كبوت ابشر بس ابي دوره وغير هالكلام بس دور دوره ولا ما فيه اوه خلاص قابسين دوره يا عبيد هذا اللي عرف لك خلاص دلينا النفود يلا نزلع شوف الشاي قلص انما صدق والله يسلك كفو يا دغدغ كفو يا دغدغ كفو يا حمار كفو مين هذه السياحة الداخلية ينزل من الجبل من هناك بعدين يجي هنا كيف السياحة الداخلية يا عبودي؟ أحسن من السياحة الخارجية نعم أنا كنت أسألك لعمرك سلام اللي بعده ايش قصك بتاخذ السبع عند يا سنبييني يا ايش تقول سنبييني من قبل تطب ايش تقول حظكم بوي حظكم السياحه الداخليه جاي من موقعك يصور معك تراي ايه اتقلب يلا تقلب خلنا نضحك عليك يلا يا الرقله يا سلام قال زلامسي وتركيا يا رجال يا
صلك عمرك هنا بس مستانس. طالع بيد الله يشوفه وش الله الله يبارس به وما وطت. اما الان بردو يا ثلوج يا ناس. يا سلام. طيب صح خلوا ينغسل.